رح اطلع لبرا، الشرطه بدهم ياني. وليش بقى؟ انت لازم تتفضل معنا. راجع فورا. تفضل لو سمحت. معقول يكون لنا علاقه بهالشغل الوصي؟ طيب في شخص معين بتشك فيه؟ فريد اصلا ما بيقدر يضل مدير لهي الشركه. شو اشتقت لك؟ نحن متاكدين انه كل الاتهامات الموجهه لفريد معنا صحيحه ابنه. ونطول هون لا تخافي. حلو مر الجزء الثاني يوميا طيله شهر رمضان المبارك 8:30 المساء على الجديد.